أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان وطني الأغلى، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم، أولا أن نقرأ الدرس قراءة صحيحة بمراعاة التلوين الصوتي المناسب. ثانيا أن نشرح مفردات الدرس الجديدة، فهيا بنا لنبدأ. بعد أن تعرفنا أصدقائي بجنسياتكم، وإن كنتم تفضلون العيش في بلدكم الأم أو الانتقال والعيش في بلد آخر، ولماذا اخترتم الإجابات التي اخترتموها، اليوم سنتحدث عن الوطن. فالدرس بعنوان وطني الأغلى. سنبدأ سوية بالقراءة. وطني يا لوحة فنان تزدان بعطر الأزهار، وطني يا أجمل أغنية تنساب كلحن القيثار، نبنيك أيا وطني عزما بالقلب النابض صغناه. طبعا يتحدث الكاتب هنا عن الوطن، حيث أنه شبهه بلوحة فنان، طبعا بأنه يتزين بالأزهار الجميلة وبعطورها الرائعة، حيث أنه أيضا شبه الوطن بالأغنية التي تنساب كلحن القيثار، حيث أننا يجب أن نبني الأوطان بالعزم، فالعزم هو الصبر والجد، وبالقلب النابض، وهنا دلالة على العمل الدؤوب المستمر الذي يجب أن نعمل دائما لكي نبني أوطاننا. نعليك بمسعانا شأنا، وطني من غيرك نهواه، ومعا ومعا نحو العمل نبني المستقبل بالأمل، ولأنك يا وطني الأغلى سيجنا مجدك بالمقل. طبعا أصدقائي، كلمة نهواه أي نحبه كثيرا، فيجب أن نعلي وطننا بسعينا بالعمل الدؤوب المستمر، لأننا نهوى الوطن ومن غيره نهواه، حيث أننا يجب أن نعمل دائما لنبني المستقبل، وذلك بالأمل، ولأن الوطن غالي جدا فسيجناه وسيجنا مجده بالمقل، أي هي العيون، وجمع والمقل هي جمع كلمة مقلة وهي العين. جند في صف الحق معا، لا نرضى بيتا إلا هو، وطني حريتك الأغلى ندعو فليحفظك الله، أحرار جدلنا الغارة ودفعنا عنك الأشرار، وبنور العلم وبالتقوى نبقى في أفقك أقمارا. طبعا أصدقائي، نحن يجب أن نكون جندا ندافع عن الوطن، ولكن بحق، ولا نرضى بيتا إلا وطنا. وطننا هو الأغلى، حيث أننا يجب أن نحافظ دوما على حريته، وأن ندعو دائما بأن يحفظ الله أوطاننا جميعا وأوطان المسلمين. نحن أحرار جدلنا الغارة، فالغار هو شجر دائم الخضرة طبعا، وهو نزين به. نحن الأحرار دفعنا عن الوطن الأشرار، وندفع أيضا عن وطننا الأشرار من خلال العلم والتقوى، لكي نبقى في أفق هذا الوطن أقمارا مضيئة. بهذا أصدقائي، نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس، الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.